وتكلمنا يمكن في بداية الحلقة عن موهبة وهواية فواز المانع في الزراعة والصيد، وعندنا اليوم كمان موهبة لكن من نوع ثاني. سلطان بن بدر واللي أخذ لقب عالم الإمارات الشاب لما كان عمره 17 سنة، اليوم وفي هذه الظروف ابتكر روبوت للتعقيم من فيروس كورونا واللي يوصل إلى أصعب المناطق وتم اعتماده من الدفاع المدني وبلدية دبي. خلينا نرحبك أشياء كثيرة والله. وجود ربح لنا بعد يعني. وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا والله. ومبروك على هذا الاختراع. طيب. هذا خدمة للوطن. حبيبي الله يسعدك. يعني بالمناسبة اليوم نستضيفك، وبالأمس يمكن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الدولة، بالتزامن مع الموضوع اللي نتكلم فيه التحول الرقمي لعدد من الوزارات والإدارات، كان في تحول رقمي لعدد من الوزارات وهو إعادة أو الهيكلة الإماراتية الجديدة، طبعا بتأييد من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وأيضا بتأييد ومباشرة من الشيخ خليفة رئيس الدولة. هذه الأمور تتناسب مع الحدث ومع الرؤية اللي عملها الشيخ محمد بن راشد. نعم، هي اللي تواكب التغيرات المستقبل والأمور اللي تخص فيها التكنولوجيا والتغيرات الرقمية اللي تتواكب مع تطورات العصر. ممتاز. طيب هذا الاختراع كلمنا عنه، يعني كيف بديت فيه؟ أنه جاء بوقت يمكن حتى مدة قصيرة بوجود جائحة كورونا. نعم. وأنت بديت بالاختراع يبدو لي أنه بأقل من 3 شهور. قبل ما نتكلم عنه خلينا نشوف هذا الكليب ونبدأ. يلا أوكي يلا. شوف. أنا من جيل المبتكرين الإماراتيين الذين كانت لهم بصمة في مواجهة فيروس كورونا ودعم جهود الدولة في برنامج التعقيم الوطني. يعني من جد اختراع جميل وجاء في وقته زي ما يقولوا. حكينا عن هذا الروبوت، فين يروح، فين شغلته، كم يعني كيش المدة اللي اشتغل فيها؟ نعم، الحين الإمارات أصبحت يعني الفرص فيها متاحة بشكل كبير. يعني مثلا جائحة كورونا تمكن الشباب الإماراتي من إطلاق إبداعاته في كثير من المجالات. يعني روبوت التعقيم الوطني، بما أني أنا يعني لي الشغف في مجال التكنولوجيا والروبوتات، فحبيت أني أنا أقدم شيء للدولة في المجال اللي أنا متمكن فيه ولي خبرة فيه. كم أخذك عشان تسوي هذا الروبوت؟ تقريبا لإنشاء الروبوت 4 أيام متواصلة، عمل 4 أيام ليل نهار. بمعدل كم ساعة في اليوم؟ تقريبا 19 ساعة. ما شاء الله. بس وقت النوم اللي ينقطع منه. الله يعطيك العافية. طيب يعني هذا الجهاز اعتمد من وين بالضبط؟ من الدفاع المدني. تم التعاون مع جهة الدفاع المدني لتفعيل الروبوت في الأماكن اللي يحتاج لها تعقيم، وتم تخصيص مساحات للروبوت لأداء مهامه، وكانت أحد أهداف الروبوت أن يسرع عملية التعقيم للمناطق والوصول للأماكن المرتفعة، يستطيع أيضا الوصول للأماكن المرتفعة للتعقيم. سلطان، أنت ما شاء الله عمرك 19 سنة، أنا يهمني صراحة أعرف الشباب اللي في سنك كيف يشوفوا المستقبل للروبوتات في عالمنا؟ يقولوا إنه في روبوت حيصير مذيع، إحنا وظيفنا بتروح، ولا إيش رأيك؟ ومجال الروبوتات يعني يتطور مش من شهر لشهر، من يوم ليوم. يعني اليوم تطور واللي بعده تطور أسرع. يعني طفرة روبوتات والتكنولوجيا أصبحت سريعة جدا في تطورها. فلو تشوفين مثلا السنة الماضية مش نفس السنة اللي يعني في السنة هذه الحالية. الروبوتات اللي كانت موجودة السنة الماضية أصبح عليها تطور كبير بشكلها الجذري كامل. إيش حتدخل في الجامعة؟ هل بتطور من هذا الموهبة اللي عندك؟ والله إن شاء الله نحاول أن نطور في هذا المجال وندخل الهندسة بشكل عام، بس بتخصص الهندسة الميكانيكية لأن الشغف في هذا المجال. حلو لما تجتمع الوظيفة مع الهواية. لكن عندك اختراعات سابقة قبل هذا الاختراع هذا؟ نعم، كان روبوت الطوارئ اللي يخدم الأماكن العامة اللي يرتادوا بها السياح أو الناس بشكل عام. كان الروبوت يقدم عدة مهام لمرتادين الأماكن العامة، مثل تنظيف المكان تلقائياً،
وإطفاء الحرائق تلقائيا عن طريق رمي كتل إطفاء بصيغة يعني مختلفة في إطفاء الحرائق، وأيضا ينظم حركة سير مرور في مواقف المكان العام. ويستطيع هذا كله أنت ابتكاراتك أنت ما شاء الله. هذا الروبوت يعني تقريبا شمل 11 وظيفة. 11 وظيفة. طب روبوت حق التعقيم يعني إيش الأماكن اللي يروحها، يعني قد إيش يساعد في التعقيم؟ يعني يستلم مساحات ويعقمها، يعني يدخل مساحات كبيرة صغيرة البشر ما يقدر يوصلها. تقريبا العرض 5 أمتار على عرض الشارع في المكان، ويستطيع أنه يعني يدخل بين البيوت وفي المولات، يعني يعني يعقم المكان. أعطيتها تسميات؟ عادة اللي يخترع يعطي تسمية معينة. ترمينيتر. نعم روبوت الطوارئ، أعطينا اسم روبوت الطوارئ اللي هو هذا الروبوت اللي حصل على لقب العالم الشاب. روبوت التعقيم الوطني سميناه روبوت التعقيم الوطني على بس كذا، على أنه يعني مساعد في برنامج التعقيم الوطني. بعد ما يخلص التعقيم إن شاء الله قريب يعني إيش بيصير في الروبوت؟ والله هو أدى مهامه وأهدافه اللي يعني من ناحية التسريع العملية وتوفير الأعداد البشرية وتقليل الخطر على الناس اللي يعقمون المكان. طيب باقي لنا بس اختراع الريبورت للسفر. ريبورت والله لا أنا أشوف بالنسبة لروبوت التعقيم، أنا أشوف حتى لما ينتهي برنامج التعقيم إن شاء الله نخلص من كورونا قريب إن شاء الله. لازم يستمر هذا التعقيم، يعني إحنا في أشياء اكتسبناها كويسة من الكورونا اللي هو التنظيف المستمر، اللي هو غسل الأيدين المستمر، الأكل الصحي، فهذه من الروبوتات التعقيم لازم تكون موجودة ولا لا؟ لا صحيح، إن حين نفس ما تقولين عادة التعقيم خذناها عادة. إيه بالضبط، جيت من مكان عقمت يديك، يعني أنا أقول لك شيء، هذاك اليوم يا سلطان أنا قعدت أشوف كيف بيعقم الطيارة دحين في هذا الزمن، أنا قعدت أطالع أقول يعني هو ما كان كذا من زمان أصلاً، يعني أنا أشوف لازم يكون في تعقيم للطيران للسيارات لأشياء معينة دائماً، كان في كورونا ولا من غير كورونا، وليش رأيك؟ صحيح، عادة التعقيم يعني خذناها الحين كعادة مستمرة، يعني في جميع في شتى أنحاء يومنا يعني مثلاً شيء مستمر أصبح. طيب يعني هذا يدخل في إطار اقتصاديات المعرفة، يمكن هي تحويل الاختراعات إلى منتج، هل أحد كلمك على موضوع هذا أنه ممكن الاختراع اللي أنت عملته حيكون منتج يتم تسويقه خارج نطاق الدولة؟ والله حصلنا عروض على من أكثر من جهة، وإن شاء الله نشوف شو الأصلح والأفيد لما هو مفيد للدولة. أنت سلطان يمكن عالم المستقبل، الله يعطيك العافية وجهد كبير ثروة الوطن، ويعني اللي قدمته شيء مو بسهل، والله يوفقك ان شاء الله نشوفك يعطيك العافيه.